السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتوما كتشوفوا هذا الفيديو. مرحبا بكم في قناة ام سندس. واليوم جيتكم فيديو جديد، غادي نشارك معكم هاد الكيكه تاع العيد ميلاد تاع ميكي ماوس بكل التفاصيل، وكنتمنى الفيديو ينال الاعجاب تاعكم، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. وما تنسوش تشتركوا في القناه الى اول مره كتشوفوا الفيديو تاعي، وتضغطوا على جيم وتخليوا لي كومونتير باش تزيدوا تشجعوني. وهنايا عندي غناش شوكولا، غادي نطربو كما كتشوفوا، راه خليتو ليله كامله بالنسبه للغناش مونتي. راه فايت ليا شاركت معكم الطريقه في فيديو اللي من قبل، غادي نخلي لكم لوليان تاعو في صندوق الوصف. وهنايا غادي ندوز باش ندير لي هاد الكروسيون بلي كريب دونتيل اللي كناخد من ليدل، فايت ليا حتى هما شاركتهم معاكم في فيديو اللي من قبل. وهنايا عندي الشكلاط، وبالنسبه للعبار على حساب عينك ميزان، كان ما كنعبرش كنزيد في لي كريب دونتيل، وبتنحرك ما نخلطهم مع الشكلاط يتجانسوا مع بعضياتهم، وغادي نديرهم في الكيك. وهنايا غادي ناخذ هذا الجيب الحلواني اللي غادي ندير فيه الغاناش مونتي باش ندوز معكم نعمر الكيك، وهانتوما معايا. وهنايا عندي الغاناش دو كوفرتور اللي غادي نغطي به التغليف، الغاناش بالشوكولاته البيضاء للتغليف تاع الكيك كما كتشوفوا، حتى هو راه خليته ليله كامله صوبته من قبل. وغادي نخلي لكم لوليان تاع الفيديو اللي فايت ليا شاركته معكم في صندوق الوصف. هنايا عندي المول الكيك توا فايت ليا شاركته معكم من قبل. وهنايا عندي الحليب زدت عليه الكاكاو، الكاكاو وسخنته شويه، ومن بعد هو خليته حتى برد، ودابا غادي ندوز باش نسقي به الكيك. من بعد ما سقيت الكيك غادي ندوز باش ندير لي هاد الكروسيون. وهنايا غادي ندير هاد البودام بالشوكولات بالغناش تاع التغليف من جناب، عاد غادي ندير الكريمه من الوسط. وهنايا غادي نحاول باش نصاوبو بهاد المعلقة تصاوب الكريمة، وعاد غادي ندير الطبقة التانية. وهنايا نفس الشيء اللي درت في الطبقة الاولى، غادي نسقيها بالحليب وغناش تاع التغليف من الجناب، وعاد غادي ندير الكريمة، ومن بعد غادي ندير القطع تاع كي ندير من الوسط تاع الكريمة. وهنايا صافي كنجمع كنغطيها بهاد السلوفان، وغادي نخليها في الثلاجه حتى لغد لي ونكمل معاكم. وهنايا صافي غادي ندوز باش ندير الكيك الغناش تاع التغليف قبل ما غادي ندير لي لاباتا سوكر، وهانتوما معايا.
وهنايا صافي كندوز باش ندير التغليف الكيك. بالنسبة للتغليف فايتو شاركته معاكم في الفيديو اللي من قبل، ما غاديش نطول الفيديو عليكم، غادي نوريكم غير شوية وغادي ندوزو للتزيين تاع الكيك. وهنايا غادي ندوز باش نشارك معاكم كيفاش غادي نصاوب الوجه تاع ميكي ماوس، وهانتوما معايا. هنايا عندي هاد القطعة تاع ميكي ماوس، وعندي هاد الورقة اللي امبريميتها باش نصوب لي الوجه، وهانتوما معايا غادي تشوفوا معايا الطريقة تاعي. وهنايا من بعد ما سرحت لاباتا سوك غادي ناخد هاد السيركل تاع ميكي ماوس، وغادي نترسي على لاباتا سوك باش نقطعها. وهنايا صافي ها هو ميكي ماوس من بعد ما ترسيتو بهاد السيركل. دابا غادي ندوز باش نخلط الالوان، غادي نخلط هاد الاحمر والصفر والابيض باش يعطيني اللون تاع اللحم باش نصوب ليه الوجه. وهنايا صافي غادي ندوز تسرحت هاد لاباط اللي درتها، خلطت الالوان باش يخرج ليا اللون تاع اللحم، وخديت هاد الورق وغادي نحاول باش نطراسي الوجه على هاد لاباط تاع سكر. وهنايا نتوما كتشوفوا من بعد ما تراسيتو، دابا ما غادي نحاول باش نقطعو بالموس كما كتشوفوا معايا. ودابا صافي من بعد ما ساليت الوجه غادي ندهنو بشويه تاع الماء، وغادي نحطو على هاد السيركل اللي صوبت يدا من بالكحل تاع الراس تاع ميكي. ودابا غادي ندوز باش نشكل ليه العينين، خديت هاد لاباتا سكر البيضه. وهنايا غادي ندوز باش نطراسي ليه العينين على لاباتا سكر البيضاء، وغادي نقطعهم. وهانتوما معايا غادي تشوفوني كي غادي ندير، من بعد غادي نلصقهم وغادي نشارك معاكم كلشي بالتفاصيل، فبقاو معايا حتى الاخر تاع الفيديو. وهنايا من بعد ما قطعت ليه العينين كما كتشوفوا، دابا كندوز نلصقهم بشويه تاع الماء، ومن بعد غادي ندوز باش نصوب ليهم ديك العدسة الكحلة. وهنايا غادي خديت هاد لاباتا سكر الكحلة، غادي ندير نشكل منها قطع صغار باش نديرهم، ندير ليه دوك العدسات تاعو من الوسط.
بالنسبة لهاد العدسات كنشكلهم غير بيدي، كندير كويرات صغار وكنسرحهم شوية صافي، وغادي ندوز للسقوم. وهنايا حفرت شوية هاد البلاصة كما كتشوفو تاع النيف، وهنايا درت كويرة حتى هي بالكحلة، كورتها كويرة صغيرة وشكلتها على شكل النيف كما كتشوفو معايا، ودابا دست لصقتها بشوية تاع الماء. وهنايا صافي هو الشكل تاعو، ما بقى ليا غير نشكل الفم، غادي نخليه من بعد. دابا غادي ندوز باش نغلف الكيك. وهنايا قبل ما غادي ندوز للتغليف تاع الكيك، غادي نحاول باش نصاوب لي ديك البابيونه اللي كتكون من الفوق. من بعد ما سرحت لاباتا سوك، غادي ندوز باش نطراسيها نفس الشيء. وهنايا سرحت شويه تاع لاباتا سوك في البيضه، غادي ناخذ واحد لا دوي، غادي نحاول باش ندير دوك النقيطات البيضين اللي كيكونوا في دوك في هاد لي بابي هاد البابيون لي تاع ميكي ماوس. وهنايا صافي كندوز كنلصقهم على هاد البابيون كما كتشوفوا معايا. وهنايا صافي كنلصق في هاد البابيون. وهنايا غادي ندوز باش نسرح شويه تاع لاباتا سوك البيضه، باش ندير دوك الدرارات اللي غادي ندور على الكيك. من بعد غادي تشوفوهم. وهنايا صافي ما بقى ليا غير التغليف تاع الكيك. هنايا عندي لاباتا سوك بالشيبيه كما كتشوفوا هي، باش غادي نغلف الكيك. وهنايا بالنسبه للتغليف، كنحاول غير بشويه على لاباتا سوك، ومن الفوق كنديرها بهاد السباتيل، كنحاول باش نصوب ليها تكون مسقمة.
هنايا غادي نقلبها باش نصوب ليها لاباتا سكر اللي من الفوق، نحاول ندخلها لداخل. انتوما غادي تشوفوا معايا الطريقة، المهم الفيديو غادي يشرح لكم اكتر داخل كما كتشوفوا معايا على هذا الشكل. قبل ما غادي نلصق ميكي ماوس غادي ندوز باش نصوب ليه الفم. هنايا خديت لاباتا سكر الكحله باش غادي ندور على الفم. هنايا غادي نصوب ليه الحجبان. وهنايا صافي غادي ندهن الميكي ماوس بشويه تاع الماء وغادي نلصقو في الكيك. ودابا غادي ندوز باش نلصق دوك الدرارات اللي وريتكم لي. ودابا غادي ندوز باش نلصق هاد الدرارات اللي قطعت معاكم قبيله، غادي ندورهم على الكيك. وهنايا غادي ندوز باش نشكل الراس عاوتاني تاع ميكي ماوس اللي غادي نقطعو بهاد السيخ اللي كتشوفوا معايا تاعو، غير باش ندير العمر تاع ندير فيه الرقم زعما لاج تاع الطفل اللي كنصوب ليه هاد الكاطو. وهنايا من بعد ما شكلتهم غادي نلصقهم مع بعضياتهم هاد الريوس تاع ميكي، وغادي نصوب الرقم واحد العمر تاع الطفل اللي كنصوب ليه هاد الكاطو. ومن بعد غادي نديرهم في الثلاجة باش يقبطوا في راسهم، عاد غادي نلصقهم في النهاية في الكيك حيت انا ما عنديش بودرة السمسم اللي كتقصح في العجينة تاع لاباتا سكر. وهنايا خديت هاد لاباتا سكر اللي كنرسم فيها واحد زعما العمر تاعو يلاه عام كما كتشوفوا معايا. ودابا غادي ندوز باش نلصقها في هاد الراس تاع ميكي ماوس. ندوز باش نصاوب نرولي لاباتا سكر البيضاء مع هاد الزرقاء باش نطفرها بحال الا بغيت نطفرها. المهم غادي
الفيديو غادي يشرح لكم اكثر، وغادي ندورها من الجناب لتحت تاع الكيك. وهنايا غادي ندوز باش ندور هاد الضفيره اللي صوبت، ولا هاد الرولو اللي درت، باش نديرو من التحت تاع الكاطو. وهنايا صافي، هو الكاطو من بعد ما وجد كنقدمو لكم الاخر تاع الفيديو، وهالكاطو اللي شاركت معكم، وكنتمنى انه ينال الاعجاب تاعكم وتجربوا وتخليوا لي كومونتير وليجيم وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وعائلتكم. السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.